من كثير الشكوك إياك أن تفتيه بمقتضى شكه. والله العظيم تقتله يا طالب العلم، والله العظيم تقتله. أرحمه يا أخي مسكين، ترى مريض. والقاعدة الكبرى أن الشريعة تعامل المرضى بمعاملة أخف من الأصح، إليه طيب، إليه طابعة، أعطيناها الحكم على وجهه. يعني مثلا جاك شكاك وقال يا شيخ أنا ما أدري طفت ثلاث ولا أربع، قال أربع، افته بالأكثر دائما، لأنك لو أفتيته بالأقل لعملت بشكه، وهو رجال كثيرة شكوكه. قال أربع، بيناقش، قال يا ابن الحلال ما جاك عندي، راح بس توكل على الله. أربع، يا شيخ أنا ما أدري، أنا رميت الجمرة بس ما أدري هي طاحت في الحوض ولا، قال طاحت في قلبي يا شيخ، طاحت في الحوض ونص. انتبه، تقول له يمين يسار أو لازم تأكد، تراك والله بتقتله الضعيف، ترى الشكاك شك، وعسى يقتنع أحن بك بكلامك. قال طاحت في الحوض، ما أدري رميت سبع ولا ثمان، قل الثمان ولا ما يجي، ما في ثمان، ست ولا سبع، قل سبع. دائما تفتيه بالأكثر. إذا قال لك والله أنا صليت لكن ما أدري، أنا سبحت في الركوع، سبحت في السجود، هل قلت التشهد كاملا، هل صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، إيش تقول له وأنت تعرف حالته المرضية؟ قل يا أبوي صلاتك من أحلى الصلوات التي صليت في المسجد، شغلك عدل، شغلك عدل، مسكين، لين الله يعافيه، لين عافاه الله، تعاملنا معه معاملة الصحيح. فالشريعة تعامل المرضى معاملة. فإذا لا يعتبر الشك من هذين الرجلين، من رجل لم يطرأ الشك عليه إلا بعد الفراغ يا أويس، بعد الفعل، ومن رجل كثيرة شكوك. فالله يشفي المرضى، الله يشفي المرضى، الله يشفي كل مريض. هذه القواعد الثلاث علموها، عيدها مختصرة: اليقين لا يزول بالشك، الأحكام لا تناط بالأوهام، لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفعل.